السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا المقطع الجديد والرائع والخرافي الذي سيعجبكم. أخيرا عودة لعبة انترنت كافي سيميلاتور الجزء الثاني على البلاي ستور من بعد ما كان تم حذفه، فأخيرا عادت وعادت بآخر تحديث مع إصلاح كل المشاكل التي كانت في اللعبة، فلكي لا نطيل عليكم فيلا بينا لتجربة هذه اللعبة العملاقة. كما تشاهدون معنا حبيب لا عودة لعبة انترنت كافي سيميلاتور 2 على البلاي ستور، وبتحديد جديد الذي تم حل فيه اغلب المشاكل اللعبة. ساقول لكم القصة الخاصة بها. شاهدوا معنا هنا اول تجربة، يعني هنا مثلا نقوم بتفعيل كل الاشياء، نضغط على ستارت. كما قلت لكم قصة اللعبة انه تم اطلاقها قبل 11 شهر، وتم إطلاقها لمدة شهر وقاموا بحذفها من على البلاي ستور، ومن جديد قاموا الآن بتحديد لأنه كان فيها مشاكل، ومن جديد الآن قاموا بتحديد فيها بعض، نعم انظروا معنا، قاموا بتحديد فيها بعض الأشياء وقاموا بتنزيلها بدون مشاكل. هيا نقوم بفتح الباب، نعم على هذا الشكل، ليس هناك أي شيء في الثلاجة. نعم هذه الزوجة الخاصة. على العموم حبيب الله، هيا سنقوم بالخروج الآن، نقوم بزيادة لكم بعض الصوت ونذهب الآن إلى المكان المعتاد. نعم على هذا الشكل يجب، على هذا الشكل. هيا نضغط ننتظر حتى نعم يأتي هذا الذي سنقوم بالنزول فيه. على هذا الشكل نقوم بنقص الصوت، نقوم بفتح الباب على بركة الله على ما أعتقد، نضغط على الخيار، نعم نقوم بالنزول من أجل أن نبدأ لكم في العمل. صراحة كتجربة للعبة لما كانت فيه سابقا عندما جربتها عندما كان تم إطلاقها، والآن فصراحة هناك تغييرات رائعة جدا في اللعبة. انظروا معنا، هيا سنحاول ان نبحث بالنسبة للجرافيكس، ليس هناك تغييرات بل بالنسبة للجرافيكس المتواجد في اللعبة. على العموم سنبحث عن المكان الخاص بنا، وهذا هو اصدقائي، سنقوم بفتح المكان. شاهدوا معنا، نقوم بالدخول له. اول شيء هناك اشياء كثيرة جدا يجب علينا ان نقوم بعملها، فكما تشاهدون على هذا الشكل، على هذا الشكل. نعم هنا يقول لك يعني هذه الأشياء، فكما تشاهدون نعم نقوم ب بتنظيف هذا المكان. صراحة هناك أشياء كثيرة يجب علينا تنظيفها. على العموم نقوم بوضع هنا على هذا الشكل، نقوم نأتي بهذه البيرو الخاص بالبيسي ونقوم بوضعه في مكان ما. نعم نقوم بوضعه هنا حتى نقوم بحمل هذه المكنسة على هذا الشكل. صراحة يجب عليكم أن تعتادوا كثيرا عن اللعبة، لأنه صراحة نعم نقوم بوضعه في مكان ما هنا على هذا الشكل. نأتي نقوم بحمل هذا الكرسي أيضا، نقوم نأتي به على هذا الشكل، نقوم بتدويره ونقوم بوضعه على هذا الشكل. فما زال لدينا نحتاج إلى بيسي وأشياء كثيرة، فعلى العموم سنقوم بالنزول، نقوم بفتح الكمبيوتر الخاص بنا على هذا الشكل، نقوم بتشغيله. عفوا عفوا، نعم يجب علينا أن نقوم بتشغيل الضوء أولا، من هنا نقوم بتشغيل الضوء، لا من هنا، نعم من هنا على ما أعتقد وعلى بركة الله. ننظر هل سيشتغل معنا. نعم هو اشتغل معنا. هيا الآن سنقوم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بنا ونقوم بشراء بعض الأشياء. لدينا نحتاج إلى سوري على ما أعتقد. إلى أين سنذهب؟ إلى هنا، لا كمبيوتر أوردر على هذا الشكل، إلى هنا. نعم من أين يمكننا الشراء؟ ها
نعم من هنا على المعتر. نعم من هنا حبيب. لا هنا يجب علينا أن نشتري كمبيوتر أولا. يجب علينا أن نقوم بشراء يعني كمبيوتر. نعم سنحاول، لدينا 2000 على ما أعتقد في المال، سنحاول أن نشتري شيء مثلا هذا. نعم نقوم ب ما دفعنا. نعم نأتي إلى هنا نشتري أشياء أخرى، مثلا نشتري واحد من هذه الأشياء. نعم هي نجدها هنا على ما أعتقد. ها نحن اشترينا على هذا الشكل. نقوم بالرجوع نشتري شيء آخر مثلا الكمبيوتر. نعم على هذا الشكل. يعني الآن بدأنا نفهم اللعبة، فيجب عليكم فقط فهم طريقة اللعب. كرسي لدينا، هنا نشتري على ما أعتقد أهم شيء لدينا كيبورد. نحاول أن نشتري كيبورد على هذا الشكل. تلفاز، نعم بالضبط سنحتاج إلى تلفاز ليكرو كما نقول عنها. وهنا ماوس أيضا، نحاول أن نشتري ماوس RGB على هذا الشكل. ليس لدينا المال الكافي. نعم اشترينا هذه الأشياء، فعلى العموم سنحاول أن نخرج. نعم سنجد تلك الأشياء يجب علينا وضعها هنا على ما أعتقد. نعم ها هو الشيء الأول، نقوم بحمله. نعم ننتظر صاحب الناقة حتى يقوم بإحضار لنا باقي الأشياء الأخرى على ما أعتقد. أين هو؟ لم يحضرها بعد. انظروا معنا هذا الصالون جينز للرجال. نعم ها هي الناقة، مرحبا بك. الناقة هي التي تأتي لنا بالمنتجات فكما تشاهدون معنا. مرحبا بالمنتجات الجديدة، ها هم قاموا بوضعها على هذا الشكل على بركة الله. نقوم بحمل هذه الموس، شكرا لك. هي ذاهبة هناك. نعم نقوم بوضع السوري على هذا الشكل. هنا نأتي من جديد، نقوم بفتح تلفاز. نعم ليكروف كما تشاهدون مهمة أيضا يجب علينا وضعها. صراحة نحتاج بعض المال، نجب نضعه هنا. ماذا هناك شيء أخير؟ يبدو علي على أننا لم نشتري اللاعب الخاص بالفيديو. اشترينا 2 من البي سي فكما تشاهدون. هيا نقوم بوضع هذا هنا على هذا الشكل، نقوم بوضعه، نقوم بتنظيف المكان كله صراحة. نعم يمكنكم أن تذهبوا إلى سوق الخردة، تكون هناك بعض المنتجات مجانية ويمكنكم تطوير هذا المكان الخاص بكم فكما تشاهدون معه. نعم انظروا معنا حبيب الله على هذا الشكل، صراحة اللعبة رهيبة جدا، أنصحكم حقا بتجربتها. فانظروا معنا، كان هذا هو المقطع الخاص بنا. فهيا هيا نعم قبل ما نقوم بإنهاء المقطع، هناك لدي بعض الشيء لكم، أين هو ذاك ها نعم آسف. إن هذا المدني لا يمكن، هذا يجب علينا أن نخدم يشتغل عندنا، لا يجب علينا أن نقوم بضربه. على العموم يعني أنتم تعرفون فكرة اللعبة، فصراحة رائعة جدا. شاهدوا معنا، يمكنك تطوير المحل الخاص بك وشراء بعض الأشياء وتبدأ من أموال قليلة وتصير غني بعدها أصدقائي. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، وأخيرا عودة هذه اللعبة على البلاي ستور، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.